عرفنا إنه فيروس الكورونا ما بيحبش المشروبات السخنة، تعالوا نحاربه بعشبة بسيطة جداً. اليانسون، تخيلوا عشبة بتساعدنا جداً في محاربة الإنفلونزا بشكل عام، ومن 4000 سنة الفراعنة عارفوا منافعه واستعملوه في وجع السنان ومشاكل المعدة، وبالفعل في برديتين موجودين لحد دلوقتي بدل روشتة الطبيب بيوصفوا وصفات باليانسون. وكمان الإغريق والرومان والإنجليز في العصور الوسطى استعملوه كدواء. مثلاً الإغريق استعملوا زيت اليانسون العطري عشان يهدي الأعصاب بالليل وهم نايمين، كانوا بيحطوه جنب السرير عشان يحلموا أحلام جميلة، وفعلاً أثبتت الدراسات الحديثة إنه بيهدي الأعصاب، بيرخي العضلات ومضاد للتشنجات، وبالتالي بيفيد الجهاز الهضمي وألام وتشنجات المعدة والأمعاء، وكمان بيهدي ألام الدورة الشهرية. فوائده إيه في عصر الكورونا؟ الأطباء دلوقتي بينصحونا إن إحنا نكتر من المشروبات السخنة، بالذات لو ابتدينا نحس بشوية وجع في الحلق وبوادر إنفلونزا، لأن المشروبات السخنة بتغسل الفيروسات اللي في الحلق وتنزلها على المعدة بدل ما تنزل في الرئة، وطبعاً المعدة قادرة إنها تهضم الفيروسات دي وتخلصنا منها. واليانسون السخن طارئ للبلغم، مهدئ للكحة، موسع للشعب، وكمان بيهدي ألام الحلق. وهتستغربوا إنه المادة الفعالة اللي فيه موجودة في دواء الإنفلونزا المشهور جداً التاميفلو. بذور اليانسون فيها مضادات أكسدة وغنية بالحديد، فبترفع المناعة. ابن سينا كان ادانا وصفة لذيذة جداً لشرب اليانسون، إن احنا نغليه مع الحليب الدافي، وده بيهدي الأعصاب وبيهدي كمان تقلصات المعدة، فمفيد جداً نشربه بالليل قبل ما ننام. بس لو عندكم كحة بلاش تشربوه مع الحليب، لأن الحليب بيزود من البلغم. خلينا نشربه عادي كشاي، أو هديكم وصفة لذيذة جداً ممكن تعملوها للكحة. هنسخن كوباية ونص من العسل ونضيف عليها معلقة كبيرة من الجنزبيل، معلقة كبيرة من الفلفل الأسود، ومعلقتين كبار من اليانسون، ونسخنهم شوية من غير ما يغلوا، وبعد كده نصفيهم في برطمان وناخد منها معلقتين صغيرين في اليوم، وأكيد صحتكم هتبقى أحسن.